السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هيدي البي ام 500، ما بعرف اذا مبين هون، لقيت بقلبه مي مليان. اذا ملاحظين في مي، شايفينه مي. هذا السيارة غيروا لها مجموعة وخربوا المفاتيح، ما بعرف مين، مهم جيبوا هالمجموعة كلها وما مشي الحال. على كل الأحوال هي ما كانت تفتح كونتاك. أنا عملت لها هلأ على الكاس الأورجينال، على الكاس الأورجينال هذا، عملت لها ترانسبوندا أنا جديدة، في إن شاء الله يكون مبين المفتاح هون، في ترانسبوندا أنا عاملها جوا، صارت تفتح كونتاك هلأ. اوكي، بختصر الموضوع، انا عملنا لها هون سكانر، يكون مبين، عملت لها سكانر انا ما بيعترف بالكمبيوتر تبع السياره. يعني هلا إذا فوت على الكومبي انسترومنت اللي هو التابلو، هذا هو التابلو، بقول له ريد، العطل بيقول لي الدي دي اي اللي هو الكمبيوتر تبعت السيارة ما في كوميونيكيشن. تمام، هاي وحدة، وبعتقد نفس المشكلة بالجتريبة بالجير بوكس، لأنه مضوي هون بالنص مثل ما انكم شايفين، هيدي الدويرة الحمراء. إذا بقرأ كان ينخرش، يعني ما في رسالة من الكمبيوتر تبع السيارة. أوكي، أنا بعتقد أنه العطل الرئيسي كان هو هون، العطل الرئيسي هو هذا بعلبه مي، بطل تدور معه السيارة، اجى حدا جاب له مجموعه، مهم تخربطت كل القصه العمليه. هلا انا عملت له ترانسبوندا، فتح الكونتاك، بس بدي اشوف هون اذا فيني انسخ المعلومات من هون لهون، او اعمل له لهذا رينيو، رجعه على الصفر وبرمجه من جديد على السياره. هلا انا بشوف شو هي الطريقه الاهين لقريب اعملها. في سخونه هون كتير، على سلامه يا رب. هلا هو منه غلط، انا حطيت الكمبيوتر اللي هو جيبه، ما عملت له شيء بعد، لشوف اذا فيني فوت على السياره على الكمبيوتر هلا ولا لا، مشان ما اقعد افحص على الفاضي، ياخذ معي وقت كتير، لانه هلا شفت هون الضوء تبع الجتريبه الفيتيس طفى. يعني انا اذا فوت على الكمبيوتر انتريب هالموتير، دخل عليه بهديك ما كان يفوت، دخل عليه، أصبح الكمبيوتر عن جد ما كان مضروب. هعمل لي أنا هلا كومبليت، أو لا خليني أشوف إذا بيفوت على الفيتيس هالمرة. على الجير بوكس كان عم يعطيني اخطاء انه كان نو كوميونيكيشن، هون كان العطل القديم هذا. محل عطل ودخل على السيارة، حلو، الاخبار حلوة. هنشوف كيف بدنا نزوجهم مع بعضهم هلا، الكمبيوتر خير ان شاء الله. مثل ما شايفين انا هلا عملت ديليت، محيت الاخطاء كلياتها سوا. ده اللي عندي الدركسيون اللي هو ستيرنج هذا، وده اللي عندي الكمبيوتر اللي محطوط اللي منه للسياره. إذا فوت هلا على الكمبيوتر ريد،
بيقول لك انه هون هيدي تبعت البطاريه، انتليجنت باتري سنسور، هيدي وحده. وهذا العطل اهم، واللي هو انه الاي في اس، الاي في اس هو تبعت الالكترونيك فيهيكل ايموبلايزر، يعني الايمو بوكس اللي هو الكاس، والكمبيوتر تبع السياره مانيبوليشن، يعني منهم مزبوطين. تمام، اصبح عندنا هلا يا بنقل المعلومات من الابروم على الكمبيوتر، او بعمل له رينيو وبرجع بجوزه مره تانية مع الكاس. ان شاء الله خير. هلا اذا بدي اضرب مارش انا مثلا، ما بيضرب مرش ولا شيء، وتسكر الخطأ. خير ان شاء الله. هلا يمكن حدا يسألني انه ليش هوني no communication، ما في اتصل فيه لهذا بالسيارة وهذا عمل اتصال، وليش هذا خربان مثلا. نوضح اكتر، لانه هوني في شيء اسمه كامبوس سيستم. الكامبوس هون منه موصول، يعني اذا بتلاحظ هوني محطوط مثل ما حكينا هديك مرات، هدول السيجنال اللي بيعملوا للكرانك شافت سنسور والكام شافت سنسور، هدول الاثنين. وهذا عم يقرا هون كالاين. بعتقد انا عنده هذا هون في شيء تبعت الكامبوس مضروبه او شيء، ما بعرف صراحه، ما بعرف. لذلك حنكتب هلا نحن بس الابروم لوحده هوني. انا هلا حفظتهم لهدول، هديك الساعة قريتهم وحفظتهم مشان ما نطول الفيديو. هلا انا اذا بدي اكتب هوني كتيبة، شوف منا ملاحظين انا كاتب هوني بي ام في لوكس، لانه السيارة جاية من لوكسمبورغ. عامل لها المفتاح انا هوني حتى دوا كونتاك. والعطل التاني اللي هو هلا هوني النيو اللي انا مسجلهم، وهذا الاورجينال اللي هو هذا. بدي اخذ منه الابروم انا، شوف اذا بيكتبوا للابروم لوحده يمكن تدور السياره، لانه المعلومات تبعت الايموبلايزر عاده تيجي بالابروم، عاده بهذا الموديل. منشوف ان شاء الله تكون الشغله هينه. مفتوح الكونتاك، اوكي. ما حيصير شيء لانه انا هدول معلومات ومحفظهم يعني كمان. هلا عم يكتب بس الابروم لوحده، ومنروح على السياره منشوف. عم يقول لي في الكونتاك، خلص. ارجع اوضح هون شوي. مثل ما حكينا هذا عم يقرا بالكالاين، تمام، والسكانر اللي تحت عم تفوت على الكامبوس، ما بعرف وين هون هو محطوط، ما عم يقدر يعمل اتصال. وقت انا ركبت الكمبيوتر الجديد اللي هو جايبه عمل اتصال، اصبح المشكله بقلبه لهذا الكمبيوتر. صح. هلا انا كتبنا هون الابروم، حطوه على السيارة منشوف شو بيعطيني أخطاء. ركبته للكمبيوتر نجرب. بسم الله. نفس المشكلة. ريد السيتة هيدي موجودة. بعدها موجودة. أصبح ما مش الحال إنه نقل بس المعلومات تبعت الإبروم. هلا أنا عم حاول أكتب اللي هو الفلاش والميكرو، يعني أرجع أكتبهم كلياتهم من هذا. إذا كتبون إنه عادة صعب يكتبوا للإيديت سي 16، لازم يكون بالبوت مود مباشر.
عرفت كيف؟ لازم تكون بالبوت مود هوني. بس هوني مكسرينهم الجماعة، مدري شو عاملين هيك هوني، في اجر تنتين مضروبين. لذلك انا بتأمل انه يمشي الحال. في طرق عديدة جدا، اكيد في ناس تعرف مليون طريقة، بس انا عم حاول اعمل هالطرق هيدي. بتأمل يمشي الحال. في الكونتاك مثل ما حكيت انا هلا، هذيك ساعة كتبت الابرم لوحده ما مشي الحال، هلا كتبت الفلاش، بدي احاول اكتب الميكرو وارجع اكتب الابرم. مثل ما شايفين هلا عم بحاول يكتب رقم 2، اذا كتبه بيكون تمام. هلا يمكن تقلي ليش ما بتكتبه كله كومبليت، احسن هيك. تيرن اوف، ان شاء الله ما يعطينا اخطاء. اند كتبوا هذا. هلا حارجع اكتب الابروم كمان مره، هذا الابروم. اوكي اعطوني خطأ. correct your time، شكله هذا بيشتغل على الوقت كمان، منا مشكلة. حاطفي للكمبيوتر للبروجرام ارجع اضوي من جديد. اشطفيته انا ارجع اضويته، غريبة هالبروجرام هذا. نرجع منجرب. تمام، يعني مثل ما حكينا اول شيء كتبنا هذا ورجعنا كتبنا هذا، بدي هلا احاول ارجع اكتب الابروم من جديد. مفتوح الكونتاكت. اطفي الكونتاكت. اوكي. خلصنا. انا حارجع اجرب كمان بالسيارة ونخبركم شو بيصير معنا. انا ركبنا الجديد، هذا القديم. بدنا هلأ نعمل سينكرونيزيشن، يعني نزوجهم مع بعضهم. شوف هوني بأم سيستم أوسوال على الفيكفر شبري موبيلايزر كاس 2 اي تي او سوري
سينكرونيزيشن ليكون هون. بيقول لك زوج الموتير. اوكي. موتور المروحة طفت. هون قال لك اوكي افول كرايش. سمي بالله. فوالا. الحمد لله رب العالمين مش الحال. شوي كانت معقدة الكمبيوتر المحروق. اكيد في عندكم اسئلة كتير بس ما عم بقدر رد على الجميع، سامحوني يعني. ارجو ان ينال الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.